يعني بعد ما قتلت لك قمر الدين تروحي تتجوزي اللي اسمه اللمبي ده؟ يا خساره يا تربال، كنت فاكراك ذكي. ده انا ببعد عنك الشبهات. انا اتجوزته وبعدين طلعت اشاعه ان هو اللي قتل، وبعدين يبقى يتسجن بقى ولا يتحرق. وابعد عنك الشكوك. شكوك ايه دي بس اللي انت عايزه تبعديها عني؟ وانت فاكره انك هتبعدي عني الشكوك دي بان اللمبي يبقى سلطان مصر؟ اللمبي، اللمبي يا مولاتي ده فضحنا في كل حته. ده مش عارف اي حاجه، ده بيقولك لويس والخميس وبوليس وإدري. مولاتي شجره الرز ترضى على نفسيها انها تتهزق قدام شعبها ويقولك عادي هنا ما تتكلميش؟ ها والمأذون اللي جوزنا هيطلعنا ازاي يا مولاتي؟ ازاي يا تربال؟ انت عندك مشاكل كتير قوي. انت خرقت عين حمامه وماشي في كل حته يقول انت فين يا زينات، انت فين يا زينات، وعندك مشاكل مع التتار. انا ببعد عنك المشاكل. وبعدين انا هقول ان هو اللي قتل قمر الدين وخلاص بقى، نلبسها للمبي وبعدين تبقى بعلي وسندي وشريكي في العرش. ومتى سيتم كشف الزوج الخائن هذا اللمبي؟ كل شيء بمعاد يا تربال. قلبي سينفجر بحبك يا شجرة الرز. فلينتظر قلبك يا تربال. يبقى مين اللزوز؟ خادمك تربال يا مولاي. ايه مهدياته وبلاش كروتة، عملها قبلك. دائما دائما تسعون الى الحكم وانتم غير شرفاء، وتسعون اليه في كل زمان ومكان، وتستخدمون الدين ستارة لتداربوه على دناءتكم. يلا برا برا يا زلزع برا، يلا برا اجري لما على الجنوب بتاعت الحصان. امر مولاي. يلا هيا هيا ولا تتلكع ايها الفساق. مولاي ده احنا الاثنين عرش واحد، دقيته عندي وعندك. اه يا شجره احد. مولاي السلطان، ان قلبي يشتعل نارا بلهيب حنين. حنين، خذني في حنين يا سنين الحنين. هيا بنا نصعد الى غرفتنا ونضرب رغيفين سمين. ساذهب الى الحرم لك يا مولاي. طب فوق. طيب قشطه. ايه فستان؟ الفستان. الفستان يا معذر، بفكرك عايز نفسنت لعيب ونطلع نضرب سنين. ده ايه الهم والحكم القرف اللي الواحد قاعد فيه ده؟ حاجه قرف. صفوا لعمنا ما بيدوك كام هنا؟ ادوك ايه مدالين بس يعني؟ ما هو اديني قاعد زي زيك اهو. ايه اللي حصل؟ قال لك الحكم الحكم الحكم، وادينا قعدنا في الكرسي اهو. قاعدين بنعمل ايه بقى؟ ولا حاجة. عاطل قاعد عاطل. ذكروني و يا اهل مصر الطيبين، التتار جايين، التتار جايين يا مصريين، التتار جايين، التتار جايين يا مصريين. اللهم احذرك، اللهم بشر، اللهم بشر. التتار جايين، التتار، التتار. خلي بالكم الحرب يا مصريين، الحرب يا مصريين، الحرب يا مصريين. وبعدين في العطل اللي الواحد فيها دي، ما دولك الحكام بيتعبوا بيعملوا، ما هم قاعدين على الكراسي اهو، ولا في اي حاجه خالص، مش اي مصلحه كده، احنا عطلانين على الفاضي. مولاي السلطان اللمبي، واحد من الدهماء عايز يقابلك يا مولاي. اذا اذهب اقعد كلب ودخلوه. ايه ده؟ نينجا ولا ايه؟ مين انت؟
نينجا؟ ازيك يا لمبي؟ من انت؟ الله يا عم، مين انت عملت لي دي كده كاني تحتيها عمر المختار؟ مين انت؟ مش عارفني؟ مش واخد بالي. انا جدك هريسه. جد هريسه؟ اقعد مكانك. انت ايه، في مرض معدي عندك ولا حاجه ولا ايه؟ القصر كله جواسيس. القصر من انت جواسيس؟ ايوه. لا ما تخافش، ده كومبارس هنا معانا. اسمعني يا ابني. ايوه. هيموتوك وهتبقى كبش فدا. يموتوني وابقى كبش فدا؟ ده مين ده اللي هيموتوني ويبقى بحشم ده؟ شجرة الرز وتربال. شجرة الرز وتربال. كده انت بقى قلت لي. طب وبعدين هعمل ايه؟ كده اللعب بقى على المكشوفة اجد واريزة. لازم تشوف لك حل في اللي هيحصل. انا منك وعليك. وكده كده ايوه هتعرف طريق الكنز مدام ظهرت لي، ويبقى أجلي قرب. المخطوط بيقول كده. بس انت واخد البلد ورايح على فين؟ ايه واخد البلد ورايح على فين؟ لا ده انا بتكتك تكتكة للبلد رايح على فين؟ ايه رايح على فين؟ ما تخافش، بس هي هتبقى حلوة ان شاء الله، ما تقلقش. اهم حاجة بس عايزين نخلع من هنا والكنز وكده يعني. لمبي ما قدامناش وقت. فعلا احنا فعلا ما قدامناش وقت، لازم نتصرف بأقصى سرعة جدا، إن احنا ناخد يومين أجازة نفكر فيهم. يومين إيه؟ تلاتة ولا إيه؟ ولا تلاتة. ليه وأنا هتعدم ولا إيه؟ أديك قلتها بعظمة لسانك. اسمع يا لمبي. أيوه. إيه أنت بتتكرع ولا إيه؟ لا بقى من ظهري. ما أنا ظهرك ما أنا شايفه، أنت هتعمل لي فيها يا بلطجي. كمل ها. في بنت هنا من الجواري. أيوه. بيقولوا إنها الوريثة الشرعية لحكم البلاد. ايه ده وقفت كده ليه؟ يعني وقفت المفاجأة زي الحركة بتاعتك دي. اقعد عشان اكمل. هي الوريثة الشرعية لهنا؟ هي الوريثة الشرعية. ايوه. إشاعة سمعتها من سنين، وبيقولوا إن البنت دي من أصل هريسي. ايه وقفت كده ليه؟ بس عرفتها أنا بقى دي. أنت عارف دي مين بقى؟ بنت كانت رقاصة عمالة ترقص، كنت عمالة أنا أقول لها إيه؟ يا بنت دي إيه؟ دبانة ولا دبور اللي في كتفك دي؟ يبقى هي دي بقى عم هريسة. ايوه. دي بقى تعمل ايه بقى البنت دي؟ مالها؟ البنت دي لو حكمت هيبقى انقاذ حياتك في ايديها. البنت دي لو حمكت هتبقى انقاذ. طب والانسة الاميرة شجرة الرز دي هعمل فيها ايه؟ احشيها في صباع محشي واظبطها ولا اعمل ايه؟ شجرة رز ايه؟ وانت ما بتفهمش اي حاجة؟ بقول لك البنت دي لو حكمت البلاد هيبقى براءتك في ايديها. ايوه يعني ايه الكلام ده؟ انت كل ده وما فهمتنيش. يعني ايه والنبي؟ يعني هي البت دي لو حكمت البلاد هطلعنا انا براءة. ايوه خلاص، يبقى انت بقى ظبط بقى بيني وبينها ومقابله كده في السكرت، ها؟ نقعد وناخد وندي مع بعض في الكلام في الحلاوه عشان نظبط بقى اللي هو دي. المهم هنعمل ايه دلوقتي؟ اسمع. ايوه اسمع. ايوه المهم انا سامع اهو. اسمع يا عم. ما خلاص اسمع اسمع، ما تقول اسمع لما اقول لك. قول لي. اسمعني كويس. ليه اتفضل. انا حرمت مقابله بينك وبين البنت دي. خلاص على خير الله. ده كده اركان العمليه كلها اكتملت، ولازم يكون في سريه تامه، وانا اطلع على طول واروح نبلغ شجره الرز باللي حصل عشان الكاسوس بتاعها. ولا ايه؟ سمعت اخر الاخبار يا امير طربال؟ وهي الاخبار في المحروسه بتخلص. ده كل يوم يطلع خبر. قال ايه؟ يقول لك ده اخر خبر. طب ما تقول لنا بقى يا سي هضبه، ايه اخر خبر سمعته؟ سمعت يا سمو الامير ان السلطان الليمبي ناوي يتغدى بسموك قبل سموك ما تتعشى بيه. بالهنا والشفا. ده كل المحروسه عارفه. وهو بقى ده اخر خبر؟ ده انت اللي اخر واحد سمعته. وسمعت ايه كمان؟ وسمعت يا سمو الامير ان السلطان الليمبي بيجتمع برجالته في السر لغايه اللحظه المناسبه يخلصوا عليك انت ورجالتك علشان يخلالهم الجو. الله، وانت عرفت ازاي بقى اذا كنت بتقول ان هم بيتقابلوا في السر؟ بس يا ضياء انت، ده انا المملوك هضبه والاجر على الله. انا اصلي ليا واحد صاحبي مهم جدا
بيشتغل في قصر الليمبي. بيشتغل ايه في القصر؟ في المطبخ. اهو انت كده جبت المفيد. انا بقى عايز اعرف كل اللي بيتقال. وانتوا طبعا رجالتي وحبايب. بس خد بالك يا سمو الامير، الليمبي ده تعبان. حتى لو كان تعبان هقطع له راسه، وطبعا بمساعدة رجالتي وحبايب. احنا خدامينك يا سمو الامير، خدامينك. لو عايزنا نقطع لك راسه ونقطع حالك ونسلخ لك جلده كمان. مسألة السلخ دي سيبوها علي، انا هعرف ازاي اكسر سمه وخليه عبرة لأي تعبان يفكر يقرب من قصر الأمير طربال. اتفضلوا امشوا انتوا دلوقتي، بس كل واحد فيكوا يمشي في طريق غير التاني، مفهوم؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا طردنا صح؟ طيب يا نيمة، هتروح مني فين؟ سلاف، جيت في وقتك، كنت لسه بفكر فيك. القلوب عند بعضها يا أمير طربال. طول عمرك سخي يا أمير. اتحرك معايا بسرعة، أنا عندي أوامر بأكلك. كده يا سلاف، ما كانش العشم، لكن العيب مش فيك، العيب فيا أنا. طربال طلع حمار. اتحرك. يلا اتحرك. يلا يلا. تعرف الوقفة دي كانت عايزة سجارتين كده على النص كده، بتفكرني بالسيد زينب. اذهب انت وقت لي بكأس من السلاحف والخنافيس. حاضر يا باي. اخيرا لقينا لوحدنا. انا عمال اشاور لك والف حواليك واقول لك الدبانه اللي في كتفك دي الدبانه صح؟ طب بص بقى المفاجاه، انا حواليك حاجه عشان تعرفي ان احنا الاثنين من دم واحد. بصي. انت مين؟ طب يلا اطلع الوقت عشان في حد بيراقبنا الظهر. يلا اطلع، في حد بيراقبنا. مفيش حد بيراقبنا. في كواسيس هنا. مفيش كواسيس. انا اللي بقول لك انت مين. اتكلمي تاني كده. انت مين؟ هو انت اللي بتتكلمي ولا؟ ايوه. لا والنبي، بس انا عرفتك. إيه انت محروس. محروس؟ محروس. انت محروس يا ست. محروس مين؟ انا اللمبي. انا اللمبي. لمبي؟ ايوه. مش مهم لمبي او محروس، المهم الدبانه على كتفك. بقولك ايه، اسألك سؤال. هو انت الامير الزينات حكمة العرش اللي هتعرضه المفروض على العرش بتاع مصر؟ ايوه انا زينات الوعيسه الشرعيه. لا والنبي. ايوه. وايه اللي بيحصل ده؟ فرحانه يا محروس. يا ست محروس مين؟ قلت لك انا الليمبي. ليمبي؟ الله يخرب بيت ام محروس. طب يعني ازاي يعني ابقى متاكد ان انت فعلا هتبقى قاعده على العرش؟ الدبانه بتقول كده. لا والنبي. هي الدبانه دي بتتكلم؟ ايه هو في دبانه بتتكلم؟ انت عبيط؟ انا برضك اللي عبيط. ايوه. المهم هنعمل ايه دلوقتي عشان ابقى ملكه مصر؟ يا حظك يا مصر، يا حظك الاسود يا مصر والشعب اللي بيتبهدل كل شويه. بقولك يا اميره زينات، انا من رايي كده تعيشي مع الجردل والمكنسه فوق وتلعبي مع الجواري، ها؟ وتعيش حياتك وتربي باسمتك بقى كده. الشعب مش محتاج بقى دلة تانية اكتر من كده. لا مستحيل، انا لازم انقذ الشعب من الظلم والاستبداد. كفاية انهم خلقوا عين حمامة. يا حبيبي يا حمامة. انت يا بنت عندك كهربا زيادة ولا عبيطة؟ انت ايه بس؟ اهدي، هجيب لك بطاطس وهجيب لك طعمية وكل حاجة ولحمة وكل حاجة. خلاص ماشي، بس اهدي شوية دلوقتي. انا هساعدك عشان خاطر تمسك العرش، والله يكون في عون العرش اللي هتمسكيه ده. بس امانه عليكي،
تطلعيني براءة لأن هم مورطيني في جريمة كده تربان وشجرة الرز، وأنا ماليش في الكلام ده. أنا جايب المفتاح أفتح الباب وأخش أخد الكنز بتاعي وأشوف السر اللي عند عم هارسة ده وأخد بعض وأمشي على السيدة زينب. أنا تعبت عايز أمشي يا سيادة الملكة الأميرة. ماشي يا حبيبي ما تزعلش، اتفقنا. على فكرة أنت لذيذ. حزب البلكونة حزب. يا ترى مين اللي هيمسك العشر بعدها؟ لقد جمعتكم هنا اليوم لأقف على أعتابكم وأذكركم بسبعة آلاف حضارة ورا، وشكلنا هنفضل على طول عمرنا ورا، وأنا بصراحة مش شايف في حاجة تانية جاية. لذلك جمعتكم هنا أيها الشعب من أجل أن أقول لكم يجب أن نحصل على الحرية الأمن والأمان، يعني عيش حرية حلاوة طحنية. مقصود كلامي ان دونت ميكس طعمية على بتنجان، عشان ده بيعمل حنوضة والحنوضة مش كويسة لانك انت بتبقى طريف ساعتها، فيبقى ايد وضع. وانا النهاردة جاي اكشف لكم عن الحنوضة اللي انتم مش عارفينها، البلد كلها عندها حنوضة، واحكي لكم قصة قتل الأمير قمر الدين خشاب. كل سنة وانتو طيبين. لمبي اسكتي يا عيطة الشنطاء. عاش السلطان اللمبي. اسكتي ولا تتفرخفخي بالكلمة. أيها الشعب، لقطع له طربال التي استكردته الملكة، ها، وقالت له أن يقتل قمر الدين كل سنة وهو طيب، فقطعنه طعنة ويا لها من طعنة، ثم طعنه طعنة أخرى ويويلها ويويحها من طعنة غادرة، فقد لفه وطعنه طعنة في الببو. وما أدراكم ما طعنة الببو؟ إنها طعنة مؤلمة تأتي بالبواسير، وأنزلت منه الناصور في آن واحد. يا ويحي يا ويحي، هل هذا يعقل؟ لا، هيا بنا ائتوني بقاتل البواسير. لا انا ما قتلتش حد. الليمبي هو اللي قتل طبعا في الحكم، وليكوا شايفين المساله مساله واضحه وضوح الشمس. قتل الامير قمر الدين علشان يمشي في جنازته وياخد مكانه الحكم. اقتلوا الليمبي الخان. اقتلوا الليمبي الخان. لا والله ما كده، ما تقولش ده كذاب، والمصحف ده المصحف ده كذاب. انت والله ما ده كذاب، ما تصدقوش يا جماعه انا غلبان. انا مش من هنا يا جماعه والنبي، انا من القلعه والسيده زينب، بعمل طعميه وفول وبتنجان مخلل وفلفل من هو المقلي ده، عارفين اللي بيجيب النصور برضه. ايوه يا معلم. الله يخرب بيتك يا لمبي، بوظت التاريخ. ربنا يديك منك يا عم هريسه، انت السبب. الله يخرب بيتك على خرب بيت الكلب. ايه انت هتعمل لنا فيها مجنون؟ مجنون ايه يا عم؟ هو اللي مجنون ولا هو اللي قتل ولا لا؟ وحياه ابوك اللي تقولي. صدقوا الليمبي، صدقوا الليمبي، شجره الرز هي اللي دبرت كل ده، شجره الرز هي اللي دبرت كل ده. ايه جاري ده اخيرا ظهر الحق. عاش الامير لمبي. عاش الامير لمبي. عاش الامير لمبي. ودوه على القبر هناك. دخلت من هنا في الشد، اضربيها بالمبقاب، حطوه في الثلاجه. عاش الامير لمبي. انت فين يا زينات؟ انت فين يا لمبي؟ ايوه انا هنا يا حمامه. انت فين يا زينات؟ انا هنا يا حمامه. انت فين؟ انا هو حمامه. انت فين يا لمبي؟ انا هنا يا حمامه. انت فين؟ اهو يا حبيبي. فين؟ زينات فين؟ انا هنا يا حمامة.
يوسف هي وحلاوتها هي. امال فين الليمبي؟ ما انا اهو انت ما بتشوفش ولا ايه؟ انت فين يا ليمبي؟ انا اهو يا حمامه. بقول لك ايه يا ليمبي؟ ايه؟ خلي بالك. ايه؟ التتار جايين. التتار جايين. حاضر. التتار جايين يا ليمبي. حاضر حاضر حاضر. خلي بالك يا ليمبي. حاضر ما هخلي بالي خلاص. قولي له يا زناد. يا عم التتار جايين يا ليمبي. يا عم انا خلاص عرفت يا عم ده. الحرب. يا عم. الحرب يا زناد. يا عم عرفت يا عم. على الطلاب التلاتة عرفت. التتار. الله يخرب بيت ام التتار عليهم. التتار جايين يا ليمبي. هو يا اخي ما قلت لك خلاص بقى. ده انت سعيد قوي ان زعلت الكلاب ليه كده؟ التتار. بس خلاص انا هقولهم. تعال التتار جايين يا لمبي. استنى بقى يخرب بيت ام التتار على اليوم اللي جبتك فيه. يلا قول يا ده حبيبي. يا عم انزل وضعها ناقصه خانقه هتقول لي اوه خلاص. الله يا شعب مصر المحبوسه، احب اقدم لكم الاميره بتاعتكم الجديده اللي هتجلس على العرش والمتحدثه عن الدايره بتاعتكم، دايرة السيدة زينب رمز الهلال الحاجة زينب علوي. عاشت الأميرة زينب علوي. يحيى الأميرة زينب. يحيى الأميرة زينب. يحيى الأميرة زينب. يحيى الأميرة زينب. عاشت الأميرة للطبقة الكدحة. الحرب يا لمبي. يا عم اقعد بقى يقتلوه يا جدعان الراجل ده، والمصحف هو ده اللي شغل مع البلاد. يا ده قولي لهم بقى حاجه بقى. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ قولي لهم بقى ما انت الاميره هتقعدي بقى. لا في حرب فجأة. في حرب فجأة؟ ازاي يعني؟ ما لازم تحكمي. خش عليهم على طول اذا في حرب فجأة. لا قول انت قول. قولي لهم انت كلمتين. قولي لهم كلمتين. قدمني قدمني. الاميره زينات علوي عايزه تلقي خطبه حماسيه عن اهل دايرتها. اتفضلي قولي. تقدموا الى الجهاد الى السنديبات. اطلع 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 فوق. يلا سندباد ايه احنا ايه فاتحين كارت الاسبستون؟ ليمبي. نعم امين. ليمبي عم هريسه. ليمبي حبيبي عم هريسه. التتار على الابواب يا عم. ما انت هتخلون انت كمان. طيب بس انا حاسس بضعف. طيب. ايوه ضعف. ومعنى كده اني اجلي ايوه قرب يقترب. يا الف بركه. تعالى بقى خدني من المكان الحر ده. تعال عاوز اموت في القصر. تعالى حموتك موت عسل. تعال عاوز اموت في اي حته ده. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. يحيى شهيد. تحيا شهيد. عاشت مصر حره مش محلاه. يلا 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 اخليني شويه الف يا بنتي. يلا بقى. كانت سايله قوي. الله ايه يا بنت الغلاسه اللي بتديها دي؟ اسندوني على مالك. انزل 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 ما تخافش. انزل انزل انزل. ايوه بس سيب نفسك. سيب نفسك. سيب نفسك. ايوه بس ما انا مش عارف امسك. سيبني انت. ما سبتك. ايوه متشكرين قوي اخويا متشكرين قوي. الله يخليك يا لمبي. ايه لمبي؟ لمبي ما انا هنا اهو يا عم هريسه. عارف فين؟ ما مين اللي ساحبك؟ اصل انا اديني كام يوم كده بيجيني غيبوبة. أيوة. ما ببقاش عارف اللي ورايا من اللي قدامي. طيب يمكن دايخ أجيب له نبوت العسكر. تجيب له إيه؟ نبوت العسكر. نبوت العسكر؟ لا والنبي والنبي عود يا اسمك إيه بقى؟ مش وقت اسمك إيه والكوارع اللي منزقة إيدك دي؟ إهدي منها شوية. إيه؟ عاجبك كده؟ عاجبك؟ أنا فعلاً أيوة. محتاج لواحد من نبوت العسكر. نبوت العسكر؟ تصدق إن أنا غلطان إن أنا بتدخل في العيلة دي؟ يا سلام. هيرجعني الذكريات الجميلة أنا وصلاح. أنت صلاح؟ صلاح مين؟ ستك. ست اسمها صلاح؟ ليه وأنت كنت متجوز أحد العسكر ولا إيه؟ أصلها كانت وحيدة على سبع بنات. وحيدة؟ يا ست الراجل ده بيخرف ولا إيه؟ وحيدة على سبع بنات إزاي؟ لأنها ما كانتش حلوة أوي زيهم. أيوه. فكانوا خايفين عليها من التلف. من التلف ولا من الحسد؟ اكيد خايفين من الحسد صح؟ ايوه. طب وسبعة تنين راحوا فين؟ تلفوا. تلفوا طبعا فخفتوا عليها فسميتوها صلاح. يا سلام. ايوه. كنا نقعد تحت الشجره اللي ورانا دي. يا عم شجره ايه ده؟ بقى عرش موجود عندك عرش اهو. قبل العرش ده ايوه كان في شجره وكان جنبيها ذكر بط لسه سايبينه لحد دلوقتي. ذكر بط وذكر بط؟
ماشي 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 خرص عم هريسة. أيوة بعدين كان شاهد على حبنا ذكر البط صح؟ أيوة هي تحدفني بنبوت وأنا أحدفها بنبوت. سلام. ونقعد طول الليل نضرب بعض بالنبابيت ونقوم الصبح دمنا سايح هو ده الحب الحقيقي. يا سلام يا عم محمد يا فؤاد. لمبي لمبي لفني. ألفك فين في سجارة؟ لفني ناحية العرش. حاضر. يا مملوك هضبة يا رجال المملوك هضبة، هريسة أبو الليف في النزع الأخير، واللمبي جوز السلطانة شجرة الرز مهتم بأمره. ده يا رجالة احنا هنسيب هريس هيموت كده بسهولة بعد ما فلسنا وخد فلوسنا من غير ما نعرف مكان الكنز فين؟ انا عندي فكرة يا ابو هنمي. قول، انا حاسس انك هتقول لنا حل. احنا نروح كلنا كده بصحبة السيد هضبة ونفاجئ هريسة ونكتم على نفسه لحد ما يقول لنا مكان الكنز فين. الراجل بيقول لك بيموت بيموت، هنهبي فيه اكتر من كده يا بختي. الله، وهنعمل ايه دلوقتي يا سيد هضبة؟ الله الله يخرب بيتك. اهدى يا مسروق، انا عندي الحل. ايه هو؟ اكيد يا اخوانا هريسه قبل ما يموت ويفلسع من الدنيا هيقول برضه مكان الكنز للمبي جوز الست السلطانه شجره الرز. يا سلام يا سلام يا سيد هضبه، والله كلامك احلى من لقمه القاضي يا سيد هضبه. يا سلام، كلامك لوز مؤشر. يبقى المفروض يا رجاله نراقب اللمبي دوت على طراطيف ايدينا من غير ما يشعر بينا خالص لغايه ما نعرف مكان الكنز فين، وساعتها اخده لوحدي. ايه قصدي يعني اخده لوحدي وارجع نقسمه على بعضينا بالتساوي. الله الله، كلامك احلى من ام علي. كلامك مكسرات. يبقى على بركه الله، مين بقى رجالنا اللي المفروض نراقبه من غير ما يشعر بينا بتاتا؟ الليمبي جوز السلطان. مين اللي لو حاولنا ناخد منه الكنز ومرضيش نقطم رقبته؟ الليمبي جوز السلطان. يلا بينا يا رجاله. على فين؟ الله يخرب بيتكم، انا بقول ايه من الصبح؟ على هريسه نتصنط عليه وهو بيقول سر الكنز للليمبي جوز السلطان. هيا الليمبي جوز السلطان. هيا الليمبي جوز السلطان. قول لي بقى والنبي ليمبي. ايوه قرب مني. حاضر. قرب كمان. نعم قرب كمان يا بخيل. انت عايز ايه مني؟ انت عايز ايه مني؟ الوضع ده مش حلو. قول لي الكنز فين وما تزننيش وما تستغلش الفرصة. اديني ودني. اديك ودني؟ اديني ودني. اه ودني ايه؟ علامة مكان الكنز. كنز؟ اه اهو انزل انزل يا جدو، انزل في امان الله. تعالي بقى، بيقول لك ده كربط. فين هنا؟ يلا بينا، يلا عشان نهرب. عدي عدي يلا يلا بينا. ايه ده؟ مين دول؟ الخرفان. فين الامير تربان؟ الامير تربان مات. وين الاميره شجرة الرز؟ في الكشري. خلاص ماتت رخرة، قعدوا يضربوها بالبباقيب لحد ما حدفوها من فوق اللي ماتت. وين الامير عمر الدين خشاب؟ كل سنة وانت طيب بقى، اتلهف على المائدة، ما اتراخر برضك. نحن نرفض هذا الكلام. ترفض ايه؟
انت تقدر تبودع؟ اذا اردتم ان تسلموا سلموا تسلموا، تنعموا بالغذاء والراحة والامان، تدفعون الفدية ذهبا. مفتاح كنز عيسى معلم. اما اذا لم تدفعوا فسوف نسحق نساءكم ونستبيح اطفالكم. لا تدعوهمش يا لمبي، دول كذابين كذابين، اي بلد بيمسكوها بيخربوها بياكلوا خيرها، ما بيعملوش اي مصلحه للشعب. طبعا خرفان بتاكل اي حاجه قدامها، خضره ناشف يابس اي حاجه بتاكلها، خرفان ماء ماء. هذه رساله التتار، اريد ردكم. ده ابنك ده ولا ايه؟ ابنك ولفه ولا ايه ده؟ ده ايه دي؟ خد الرساله اهو، احنا موافقين. فين؟ لا استنى بس يا عم، انت استنى يا عم، حماسه صور وخلاص. الله، انت بتبوظ البيعه دي، ده كان الخروف الكبير اهو بتاعهم واقف وبديك الحاجات، بتبذلك الشعر، هياكل وهيشرب وهيتنح بعد ما انت، مش كده يا ست السلطانه؟ ايوه اهو شفت بنتها ردت عليا من جوه. هي بص، طالما انتم ملتزمين بالكلام ده خلاص، احنا بقى الشعب ياكل وينعم بقى. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا لمبي؟ يا عم اللي انا بقوله ده صح؟ ما ينفعش. هينفع اي مجاعه في البلد هتحصل؟ الخرفان على قفا من الشيل هيتباع لك اي خروب من الواقفين دول، والناس تاكل بقى وتزعطط بقى، كل سنه وانت طيب بقى. ما ينفعش يا لمبي، لازم نحاربهم، نبيتهم. تبيد مين؟ دول يتاكلوا مش يتبادوا. امسك بص عندك على حاجه، انت تصرف، انت شكلك قائد عظيم. انا حاسس ان حضرتك مش خاطر، انا عندي ميتنج دلوقتي، اوكي؟ يلا بينا يلا. يلا يا ريت تجري. اجري يلا يلا. اوف 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 بقى اوف بقى اوف بقى، خلينا نركز بقى. ايه اللي دي فيه؟ احنا بنهرب دلوقتي. طب يلا بينا يلا بينا، ما تقعديش تقولي فيه ومش فيه يا حاج. يلا اجري يا مان. يلا انت نوتة، يلا خلاص. استنى هنا، استنى استنى استنى. باب الكنز. بص بقى بص بقى زنوته. ايه زنوته تاني؟ بص يا زنوته يا حبيبتي، دلوقتي هما هيجوا يخطفوكي، انت تعتلي العرش وحكومي بالعدل واسترجلي شويه في الله. العرش العرش من غيرك ما يسواش يا لمبي. ما انت بتقولي ده ما ينفعش خالص في الحكم على مصر، الصوت ده يحكم مدرسه ثانيه يا بنات، فاسترجلي كده وخليكي جنب احسن. هما ها هو لمبي، ها لمبي. ما تسيبنيش يا لمبي، ما تسيبنيش، تعالى. يا بنت اوعى تعملي وانت بتحكمش، اعملي كده. انا بحبك، انا بحبك يا لمبي. والله بص هحطك ده فوقك. يلا خلي بالك من نفسك.